لا لا زين أسان انزل بس بس لا احسن لو جول بس انزل بس شو وصل وصلتوا؟ كلك ممنوع العجلة المفخخة أدت إلى انهيار قسم كبير من الجسر، وأدى ذلك إلى سقوط عدد من السيارات إلى النهر، وطبعا هذا أدى إلى راح يؤدي إلى شهداء وإلى ضحايا مفقودين. تعال عمي تعال.